أعرب خبراء في الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الإدعاءات الموثقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تحديداً النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية. وقال إذن الخبراء أن هناك نساء وفتيات فلسطينيات تعرضن للإعدام التعسفي في غزة في كثير من الأحيان إلى جانب عائلاتهم. هذا وكان اليوم انطلقت في محكمة العدل الدولية في لاهاي إذن مناقشات والجلسات لمناقشة شرعية الاحتلال الإسرائيلي سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، في ضوء استئناف الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طلبت من المحكمة تقديم رأي استشاري في هذا الأمر. المناقشات ستستمر على عدة أيام ويحضرها ممثلون عن أكثر من 50 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب إفريقيا. بطبيعة الحال المشاركة الفلسطينية التي كانت واضحة ويعني تحدثت عن ماهية استمرار هذه الحرب، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. سنبحث فعليا أهمية انعقاد مثل هذه الجلسات في ضوء التعنت الإسرائيلي وتحديداته باستمرار العملية العسكرية في قطاع غزة وتحديدا في رفح. وينضم إلينا عبر سكايب على الهواء مباشرة الكاتب والمحلل السياسي السيد خالد عودة الله. أهلا بك أستاذ خالد، مساء الخير. أهلا بك أستاذ خالد. يعني نتحدث فعليا عن انعقاد مثل هذه المناقشات في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، في ظل رفض بنيامين نتنياهو الانصياع لكل الأصوات الدولية المطالبة بوقف إطلاق النار. كيف تشكل هذه الجلسات أو هل تشكل فعليا هذه الجلسات أي ضغوط على حكومة الاحتلال من أجل وقف الحرب على قطاع غزة في ظل رفض إسرائيل لكل المقترحات المتعلقة بوقف إطلاق النار؟ يعني من الواضح أن الحكومة الصهيونية تتعامل مع محكمة العدل الدولية بأنها يعني قراراتها ليست أكثر حبرا على ورق، وفي النهاية كل الأضرار الدبلوماسية أو الأضرار السياسية لهذه المحكمة يمكن استيعابها ويمكن يعني المناورة من خلال الاعتماد على مجموعة من الإجراءات أو القانونية أو الادعاءات بتوفير بعض التسهيلات هنا وهناك، وبهذا بكونها قد انصاعت لقرارات محكمة العدل الدولية. ولكن واضح بأن هذه المحكمة فعليا يعني قد أصابت الجميع بخيبة أمل، لأنها فتحت المجال بشكل فعلي لإسرائيل أن تستمر بمجزرتها وأن تستمر بعملية الإبادة المنظمة والمعلنة دون أن يكون هنالك موقف واضح، وتحولت القضية إلى قضية قانونية تقنية سوف تستمر لسنوات من جلسات الاستماع والشهود والادعاءات والادعاءات المضادة، بينما تستمر إسرائيل بشكل فعلي وممنهج بعملية الإبادة. فبالتالي باعتقادي لا يجب التعويل أو تعبير، يعني في البداية تم رفع السقف عاليا بالنسبة لقرارات محكمة العدل الدولية، يعني هي مهمة من ناحية إعلامية أو من ناحية دبلوماسية بالحد الأدنى لكلمة دبلوماسية، ولكنها من الخطأ والخطيئة أن يتم تعليق الآمال عليها. واضح بأن إسرائيل تتعامل معها كأنها يعني يمكن القيام بكل ما تريد القيام به دون الاعتبار الجاد لكل هذه القرارات. نعم، هذه الفوقية إن صح التعبير كما وصفت سيد خالد للاحتلال الإسرائيلي فعليا في استمرار سواء حربه في ضرب عرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية، الانتهاكات الموثقة أمام مرأة ومسمع العالم، كيف من الممكن أستاذ خالد، نحن نتحدث عن 136 يوما من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أن نوصد فعليا الباب
أمام كل هذه القرارات اللي نتحدث عنها في ظل استمرار الحرب، التعنت الإسرائيلي في مواصلة الحرب، وأنه لا خلاف إسرائيلي على موضوع الحرب على قطاع غزة، وإنما هو خلاف ممكن في آليات معينة داخلية إسرائيلية؟ يعني الإطار العام للرؤية التي يجب أن نتمسك بها وأن نشدد عليها بأن النظام القانوني الدولي بكل مؤسساته هو خاضع للسقف الهيمنة الأمريكية والهيمنة الغربية. يعني يوجد هنا وهنالك بعض خلينا نقول التشققات في هذه الهيمنة، ولكن داخل هذا السقف كل المؤسسات الدولية خاضعة له، وبالتالي لا تستطيع أن تواجه أو أن تشكل تحديا فعليا للهيمنة الأمريكية، التي هي بشكل فعلي ليست يعني مجرد مؤيد أو مناصر لإسرائيل في هذه الحرب، هي مشاركة بشكل فعلي. يعني نحن للأسف الشديد هنالك خطاب عربي يقوم بتجهيل الناس ويقوم بالتعمية على الحقيقة بأن أمريكا وإسرائيل هم طرفين في هذه الحرب، هم طرف واحد، وبالتالي ما يجري هو عبارة عن مجرد يعني خلينا أقول نقاشات تكتيكية هنا وهناك، ولكن عندما يحين الجد علينا بشكل أساسي أن نتابع حركة الأسلحة، حركة الأسلحة، بينما هنالك خلافات ما بين بايدن ونتنياهو تغطي الصحف وتتحول إلى أخبار عاجلة في الوكالات العالمية والعربية، ويتم يعني يثبت ويرغي المحللون العرب والفلسطينيون في هذه الخلافات، في نفس الوقت تكون الطائرات في طريقها بالقنابل والأسلحة متوجهة من عاصمة الشر واشنطن إلى إسرائيل. فبالتالي مهم جدا أن نشدد على هذه المسألة بأن لا يمكن لهذه المجزرة أن تتوقف دون أن يتم التعامل أولا معها فلسطينيا بكونها مجزرة تمس كل الفلسطيني، وليست مجزرة فقط هي ضد قطاع غزة. ما سوف يحدث في غزة سوف يكون له تبع، وما يحدث سوف يكون له تبعاته على الكل الفلسطيني. لن تكون إسرائيل بعد أن فحصت واختبرت موقف العالم وموقف العرب وموقف الفلسطينيين من مجزرة غزة لن تتوقف عند غزة، وسوف تنقل هذه التجربة إلى الضفة، وسوف تنقل هذه التجربة إلى منطقة المثلث، وسوف تنقل هذه التجربة إلى الجليل. في كل منطقة تعتبر إسرائيل يعني هنالك مشروع استيطاني تريد أن تتقدم فيه سوف تستخدم المجازر. يعني نحن اليوم بشكل فعلي في عصر المجزرة الصهيونية المفتوحة، ولن تتوقف حتى يتم حسم هذا الصراع. نعم، طب سيد خالد، إذا كنا نتحدث عن كل هذه التحركات كما أشرت هي قد تكون لها فائدة أو ثقل على الجانب الإعلامي، ولكن سياسيا دبلوماسيا وعلى الأرض هي مجرد فقاعات إن صح التعبير في الهواء. اليوم هذا قد ينذر بأنه إسرائيل ستمضي قدما في حرب على قطاع غزة بدون رادع، بدون مانع بالنسبة لها، في ظل طبعا يعني إمكانيات أو الظلال التي تمنحها الإدارة الأمريكية للاحتلال بشن حربه على قطاع غزة. اليوم يعني نتحدث في ظل أنه كل هذا العالم لم يثني إسرائيل عن إبادة الدم وسفك الدماء في قطاع غزة، ينذر بحرب كما أشرت قد تكون ليس مقتصرة فقط على قطاع غزة كما نشهد في الضفة الغربية وانتقالا إلى المنطقة العربية والعالم. يعني مرة أخرى يعني هذه المجزرة المفتوحة قد تدحرجت، وباعتقادي كانت إسرائيل طوال الوقت يعني تقوم بعمل اختبارات، وباعتقادي اليوم أنها وصلت إلى نتيجة أنها يمكن أن تكون يعني مفتوحة أو خلينا نقول التأييد العربي. يعني دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها، الحرب تتم بضوء أخضر عربي ومشاركة بعض العرب، يعني هذه واضحة الأمور. صحيح. تقوم به اليوم إسرائيل هي محاولة فقط يعني العمل أو القيام وإنجاز بعد بعض الترتيبات لها علاقة بتوفير منطقة لكي تسمى ما بين مزدوجين آمنة، لكي تقول قد وفرنا منطقة آمنة ما بعد رفح، لكي تقوم بإكمال مجزرتها في رفح. يعني وهذا طبعا ما يعني الترتيبات العالمية لهكذا مجزرة تشمل
المساعدات والقروض لمصر لكي يتم يعني أخذ موافقة مصرية على ترحيل الفلسطينيين ولو إلى منطقة محدودة على الجانب المصري من الحدود، على اعتبار أن هذه المسألة هي مسألة مؤقتة. ولكن دعونا نتذكر دائما أن تاريخنا كان دائما عنوانه تحويل المؤقت إلى دائم. في 48 عندما خرج الناس، خرجوا الناس ومفاتيحهم في جيوبهم لكي يعودوا بعد أيام. 75 سنة مرت على هذا المؤقت ولا زال مستمرا. في كل الحالات التي كان يتم فيها تصوير الإجراء بأنه إجراء مؤقت، انتهى الأمر إلى أمر واقع ومستمر. ولعل يعني المؤشر الأهم في كل ما يجري بأن إسرائيل وبكل صلافة وبكل وقاحة يعني تقول بأنها بشكل فعلي تريد حسم موضوع تهويد المسجد الأقصى باستثمار هذا التأييد العالمي والعربي للحرب على غزة، وتعلن بكل وضوح بأنها لن تسمح للمصلين، وهو حق يعني بأبسط الحقوق في العالم، حتى أهل القدس وحتى أي إنسان لن تسمح إلا لمن هم فوق عمر معين. وهذا غير مسبوق، يعني غير مسبوق في تاريخ الاحتلال أن يصل إلى درجة أنه يحرم حتى أهل القدس. يعني هذا مؤشر، نعم يعني من المؤكد أن ما يجري في غزة هو خطوط، يعني ما يجري هو أخطر وأبشع بمرات، ولكن أنا نتحدث عن مؤشر إلى أين وصلت حالة الاطمئنان والتي تعتمد إسرائيل على هذا الشعور المطمئن بأنها مدعومة عربيا، وللأسف كما يعني بدعم بعض الفلسطينيين، أنها يمكنها الذهاب بعيدا في مشروع التهويد ومشروع المجازر لكي تحسن وعالج في هذا الصراع. نعم، يعني في ظل ما أشرت سيد خالد، تحدثت عن لغة أمريكا الناعمة تجاه ما يجري في قطاع غزة وتجاه سياسة الاحتلال على مر السنوات والعصور، تحدثت عن فعليا هذه الحرب اللي عرت الكثير من المواقف، العربدة الإسرائيلية، الخذلان العربي، يعني كل المنظمات القانونية والإنسانية